بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 31 الإشريشة كولاي. حنتكلم هنا على الديزيزز اللي بتعملها الإشريشة كولاي. في نهاية هذه المحاضرة حنتكلم على أهم الديزيز اللي بتعملها الإشريشة كولاي، بالتأكيد ديزيز شهير اللي هو اليوتي آي أو اليوروني تراكت إنفكشن، النيونيتال مننجايتس، السيبسس، حتى النيمونيا بتعملها، والإنتستينال ديزيز. بالإضافة إلى أن في اللاب دياغنوسيس حنتكلم عليه معها بالمرة عشان نخلص موضوع الإشريشة كولاي. اليوتي آي أول نقطة مهمة جدا، أنه أكبر أو أكثر بكتيريا بتعمل يوتي آي، يعني 90% من اليوتي آي اللي مسببة عند الناس سببها الإشريشة كولاي. 90% هي كوزد باي إشريشة كولاي. أي شخص عنده يوتي آي إنفكشن حيكون عنده ديسيوريا أو بيرنينج سنسيشن، عنده فريكوانسي، عنده اللون اليورين حيكون كلاودي أو دارك يورين. واليوتي آي قد تكون التهاب على مستوى المثانة بنسميه سيستايتس، أو بيكون التهاب على مستوى الكدني بنسميه بايلونيفرايتس. النقطة المهمة أنه اليوتي آي في الفيميل أكثر من الميل. ليش؟ لسببين. السبب الأول أنه الفيميل شورت يوريثرا، لأنها شورت يوريثرا، ولأنه في السبب الثاني اللي هو الرونج ووشينج. لما تدخل المرأة إلى الحمام وتعمل غسل خاطئ من الخلف إلى الأمام، وزي ما أنتم عارفين الإشريشة كولاي موجودة في الستول، فحتوصلها للشورت يوريثرا وبالتالي حيحصل يوتي آي انفكشن. فبالتالي الفيميل أكثر إصابة باليوتي آي من الميل. الديزيز الثاني اللي هو نيونيتال مننجايتس. النيونيتال مننجايتس يحدث في الحالات دي لما يحصل ديورينج الدليفري وحصل انه في كونتامينيشن من الاشريشيا كولاي، حيحصل اسبيريشن من الانتستينال اند جينيتال تراكت، وبالتالي حصل كونتامينيشن للاشريشيا كولاي، بالتالي حتروح للنازوفارينكس في البيبي ده، ثم حتروح للبلد، ومن البلد حتروح للمننجيز وحتعمل مننجايتس. يوجوالي في النيونيتال تقريبا 40% اللي هو مسؤول عليها الإشريشيا كولاي، خاصة اللي هي الكي أنتيجين، مع معناها أن الإشريشيا كولاي اللي هي كابسول، اللي لديها الكابسول ده واحد من الأشياء المهمة جدا. يعني تخيلوا 40% من النيونيتال مننجايتس المسؤول عليها الإشريشيا كولاي. اللي بعدها السيبسس أند النيمونيا. أكيد أي وند وحصل له كونتامينيشن بإشريشيا كولاي حيحصل وند سيبسس. النقطة الثانية، النيمونيا ممكن تحصل، لكن هنا النيمونيا ممكن تحصل فقط في الإميونو كومبرومايز بيشنتس، على اعتبار انها ممكن تروح للبلد ومن البلد حتروح لللنج وحتعمل نيمونيا، لكنها في الاميونو كومبرومايز بيشنتس. النقطه المهمه اللي حنتكلم عليها اللي هي الانتستينال ديزيز، وهذه نقطه مهمه جدا. احنا تكلمنا قبل شويه قلنا الاشريشيا كولاي نورمال فلورا، لكن هناك سترينز او سلالات من الاشريشيا كولاي بتعمل انتستينال ديزيز. اول سلاله نسميها الانتيرو توكسوجينيك اشريشيا كولاي، يسموها طبعا انتيرو توكسوجينيك اشريشيا كولاي، او يسموها ترافلرز دياريا، الدياريا اللي هم مسافرين. طبعا بتصيب الادلت وبتصيب الانفنت وبتصيب التشايلد. تعالوا نتكلم خطوه خطوه كيف حيحصل الديزيز. بالتاكيد حينتقل اول شيء بالفيكال اورال روت، انه حصل انجيشن لكونتامينيشن فود اند ووتر، لكن شرط ان يكون بالسترينز اللي نسميها انتيرو توكسوجينيك سترين. ممتاز. النقطه الثانيه، انه البكتيريا دي اللي دخلت حتوصل وتعمل كولونايزيشن في السمول انتستين، واتفقنا معها باللاي، باللاي دي حتعمل كولونايزيشن في السمول انتستين. النقطه الثانيه، ما دام عملت كولونايزيشن حتروح تعمل برودكشن لقضيه التوكسينز اللي هم سميناهم انتيرو توكسين، اللي هو الهيت ليبل والهيت ستيبل، ودي يسموها كده، يسموها كوليرا لايك توكسين. ايش حيعملوا التوكسينز دول؟ حيعملوا الاتي. اول واحد اللي قلنا عليه هيت ليبل توكسينز، ده عباره عن الاتي، عباره عن 5 بي سب يونت، يعني 5 وحدات من البي سب يونت ووحده واحده من الاي سب يونت. زي ما انتم شايفين في الشكل هنا 5 وحدات من البي ووحده واحده من الاي. البي من اسمها بي بايندينج، فتلتصق على الخليه، او وانس انها التصقت على الخليه حتتيح الفرصه للاي سب يونت انها تدخل. لو ما تدخل الاي سب يونت عندها قدره انها تعمل اكتيفيتد للادينلايت سايكليز، فلو ما يحصل اكتيفيشن للادينايت سايكليز حيروح يحول الاي تي بي الى تشام، اللي هي سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت. السايكليك ادينوسين مونوفوسفيت بيكون از تشانل، وبالتالي بيحصل عمليه سكريشن للفلويدز، وبالتالي يحصل دياريا. الانكوبيشن بيريود دي كلها تخيلوا من يوم الى 4 ايام. هذا فعل التوكسين او الاكشن للهيت ليبل توكسين.
الاكشن الثاني اللي هو ستيبل توكسينز اللي بيعمل نفس الوضع، بيعمل اكتيفيشن للجوانيليت سايكليز فيحول الجي تي بي الى سايكليك جونوسين مونوفوسفيت، فبالتالي ده حيؤدي الى فلويد سيكريشن. فبالتالي اذا حصل دياريا ديو تو اكشنز اوف تو توكسينز اللي هو هيت ليبل توكسين وهيت ستيبل توكسينز، دول ما يحصل لهمش ريليزنج الا بالسترينز من الاشيشيا كولاي اللي يسميها انتيرو توكسوجينيك اشيشيا كولاي. طيب تعالوا نشوف الثانيه اللي هي الانتيرو باثوجينيك اشيشيا كولاي. الانتيرو باثوجينيك اشيشيا كولاي دي دياريا يوجوالي بتصيب الانفانتس خاصه في البلدان اللي فيها بور سانيتيشن، يعني فيها بور هايجين وفيها بور سانيتيشن، بيحصل انه الانتيرو باثوجينيك اشيشيا كولاي بتكون السترينز دي موجوده. فهيحصل نفس الوضع، فيكال اورال روت، انتقال عن طريق الفيكال اورال روت. بعد كده السيروتايب اللي بيعملوها، في سيروتايب اللي هو او 55 و او 111 والاو 26، ما دام قلنا او اللي هو سوماتيك انتيجين، اللي هو سوماتيك انتيجين. طيب ايش اللي هيحصل بالضبط؟ السترينز اللي هي الانتيرو باثوجينيك اشيشيا كولاي معها حاجه مهمه بنسميها البلاي، لكن البلاي دي عباره عن باندل، مجموعه من البلاي. هذه الباندل اللي هي فورمينج بلاي بتلتصق على الميكروفيلاي وبتعمل ديسترويد للميكروفيلاي. لو ما تعمل ديسترويد للميكروفيلاي هتعمل بريفنتنج للابزوربشن اند سكريشن، معناته مش هيحصل لا ابزوربشن ولا سكريشن، فبالتالي هيحصل سيفير وتري دياريا، وبالتالي المانيفستيشن اللي هتحدث هيحدث فيفر للانفنت وهيحدث وتري دياريا لكنها نون بلادي ما فيهاش اي دم، بالاضافه الى الفوميتنج. السترين اللي بعدها اللي نسميها الانتيرو انفيسيف اشريشيا كولاي. الانتيرو انفيسيف اشريشيا كولاي دي هو التوكسينز عباره عن او تشبيهها بالشيجيلا، نفس الوضع بينتقل بالفيكال اورال روت، ولما تنتقل بالفيكال اورال روت هيحصل لها انها يحصل اتاتشد للابيثيليال سيل اللي موجوده في اللارج انتستين. بعد كده لو ما يحصل انتر للسيلز دي بتدخل بفاكيول، فتعتبر الفاكيول دي فيرولنس انها بتحيد الجهاز المناعي تماما. فلما تدخل بفاكيول يحصل لايسس للسل، لانه حتصيب سل بعد سل بعد سل، فبالتالي حيحصل لايسس للسل وبالتالي حتنتقل للنيبرنج سل للخلايا المجاوره. حيحصل ديستراكشن للسلز دي وحيحصل انفلاميشن وبالتالي حيحصل ديزنتري لايك دياريا شبيهه بالشيجله اللي حنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضره اللي بعد كده. حيحصل ديزنتري لايك دياريا. هذه الانتيرو انفيسيف اشيشيا كولاي لها صفه فريده شويه، نون اور ليت لاكتوز فيرمنتر. لو ما نبدا ننميها على اللاكتوز في البدايه تظهر ما تستهلكش اللاكتوز الا تستهلكه متاخر، كمان لها صفه انها نون موتايل. القبل الاخيره اللي بنسميها الانتيرو اجريجيتيف اشيشيا كولاي. الانتيرو اجريجيتيف اشيشيا كولاي برضه تنتقل بالفيكال اورال روت. بعد ما تنتقل بالفيكال اورال روت الانتيرو اجريجيتيف اشيشيا كولاي بتعمل اجريجيتس على الانتستينال مايكوزا، فبالتالي بتعمل برودكشن لتوكسينز شبيه بالستيبل توكسين اللي هو عباره عن انتيرو توكسين، وهذه يوجوالي ما بتحصلش الا بتعمل دياريا مستمره خاصه في التشايلد وفي البيشنتس اللي عندهم اتش اي في فيروس. اخر واحده واللي هي مهمه كمان نسميها الانتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي. الانتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي السترينز كده نسميها ال او 175 او او 157 طبعا والاتش 7. هذه الانتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي بتعمل برودكشن لتوكسين نسميه فيروتوكسينز، وهو شبيه بالشيجا توكسينز. ليش سموه فيروتوكسينز؟ لانه فيرو هي عباره عن المانكي، فلو ما زرعوها في التيشو كلتشر في المانكي سيلز عملت توكسيك لهذه السل، فقالوا اذا نسمي التوكسين لانه عمل توكسيك في الخلايا اللي هي جايه من المانكي في التيشو كلتشر فسموه فيروتوكسين. طيب تعالوا شوف المود اوف ترانسميشن. الكاتلز دي بتاخذ السترينز اللي هي الانتيرو هيموراجيك اشيشيا كولاي، لو ما تاخذها حتطلعها في الفيسس او بتاعها، فلما تطلعها في الفيسس الفيسس دي ممكن تعمل كونتامينيشن للووتر. فلو حصل ان احنا رحنا عملنا غسلنا الفيجيتابلز بماء ملوث بسترينز اللي هي الانتيرو هيموراجيك اشيشيا كولاي او الاو 157 واكلنا هذه الفيجيتابلز هتحصل انفكشن. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني انه
بيحصل نفس الكاتلز دي انذبحت الكاتلز دي وعملت على هيئة لحم، لكن اللحم ما انطبخش خاصة زي الهمبرجر دي، حيحصل كمان الديزيز، بس شرط انها تكون الكاتل دي مصابة. النقطة الثالثة انه بعد ما ينصاب الانسان حينتقل بالفيكل اور الروت من انسان الى انسان. اذا في 3 مود اوف ترانسميشن، يا كونتامينيشن لووتر مختلط بالفيسس من كاتلز مصابة بالسترينز اللي هي الاو 757، يا اخذنا الكاتلز دي وطبخناها وهي مصابة اساسا لكن ما نضجتش، واشهر حاجة الهمبرجر. بعد ما ينصاب الانسان ينتقل الديزيز من هيومن الى هيومن، وبالتالي ينتقل بالفيكل اور الروت. طيب شوفوا ايش اللي حيحصل. الانتيرو هيموراجيك الشيشه كولاي اللي هي او 157 تلتصق بالخلايا في اللارج انتستين، اهو التصقت في الخلايا في اللارج انتستين. بعد ما تلتصق الانتيرو هيموراجيك الشيشه كولاي اللي هو الفيروتوكسينز بيعمل ديستراكشن للميكروفيلاي، زي ما انتم شايفين عمل ديستراكشن للميكروفيلاي. بعد ما يعمل ديستراكشن للميكروفيلاي الفيروتوكسينز ده هيوصل للدم، فلو ما يوصل للدم يعمل vascular endothelial damage، فلو ما يعمل vascular endothelial damage هيحصل aggregation increase البليتلتس، هتتجمع البليتلتس، لو ما تتجمع البليتلتس هيحصلها aggregation فتكون thrombi، يحصل thrombi formation. لو ما يحصل، شايفين حصل thrombi formation، لو ما يحصل thrombi formations دي على طول هيحصل ischemic، ولما يحصل سكيميك دامج ممكن سكيميك دامج ده في الكولون في الكيدني، فبالتالي ممكن يحصل الهيموراجيك كولايتس او يحصل هيموليتيك يوريميك سندروم. هنا وجدوا نقطه مهمه جدا، انه في الحالات دي ما يستخدموش الانتي بايوتكس، لانه لو استخدموا الانتي بايوتكس بيزود اللي هو الهيموليتيك يوريميك سندروم. في نقطه هنا مهمه جدا بالنسبه للاشيشا كولاي، الاشيشا كولاي بنستخدمها كانديكيتورز للفيكل بولوشن ووتر، يعني لو واحد عاوز يحفر بير عشان نقول للبير دي صالحه للشرب، انت بس خد عينه من البير وشوف هل فيها اشيشا كولاي او ستريبت فيكاليس او كلوستيديا بيرفرنجس، اذا طلع فيها اشيشا كولاي دي البئر غير صالحه، او حتى ستريبت فيكاليس او كلوستيديا بيرفرنجس غير صالحه للشرب. ما معناها؟ معناها انه ليس الخوف في الاشيشا كولاي، لكن معناها انه البئر هذه اختلطت بمياه صرف صحي، وبالتالي قد يكون فيها فيروسات وفيها امراض كثيره اخرى، فبالتالي نقول انه ما دام اختلطت بمياه صرف صحي فهي غير صالحه للشرب. ما هو الانديكيشن انها اختلطت بمياه صرف صحي؟ اللي هي زي ما قلنا وجود الاشيشا كولاي او ستريبت فيكاليس او الكلوستيديوم بيرفرنجس. ساعات يسالون الناس يقولوا طيب ليش ما نعملش الكليبسيلا انديكيتور، والكليبسيلا موجوده اساسا في الانتستين. نقول لهم ما ينفعش كانديكيتور للفيكال بولوشن، لانه الكلوستريديوم موجوده زي ما قلنا موجوده في الانتستين، لكن موجوده في اذر سورس اللي هو الانفايرومنتال، فانا مش عارف هل هي فعلا اختلطت بمياه الصرف الصحي او جاءت الكليبسيلا دي من الانفايرومنتال اللي هي في السويل موجوده، فبالتالي لا ينفع الا الاشيشا كولاي والستريبت فيكاليس والكلوستريديوم بيرفرنجس. اخر محور هو اللاب دايجنوسيس في هذه المحاضره. اول شيء كاشيشا كولاي احنا حنعمل دايجنوسيس للاشيشا كولاي، وبعدين حنعمل للانتستينال ديزيز او الدياري اللي بتعملها الاشيشا كولاي. كاشيشا كولاي اول شيء في اللاب دايجنوسيس زي ما احنا عارفين السبيسيمين. السبيسيمين هنا ممكن اخذ اليورين واخذ ميدستريم يورين على عشان اعمل يورين كالشر، او اخذ وند سباب، او اخذ ريسبيراتوري سكريشن، او اخذ سي اس اف، او اخذ الدياري اللي حنتكلم عليها لوحدها. الدايركت هنا ديتكشن. الدايركت ديتكشن هنا ملوش معنى خالص الا في السي اس اف، لانها لو اي واحد اخذنا منه عينه ستول وهو كمان سليم حيطلع عنده جرام نيجاتيف بس اللايف، فما لهاش معنى خالص الا اذا كانت العينه سي اس اف. السي اس اف حتكون عينه دايجنوستيك، لان السي اس اف هو يعتبر استيرايل. النقطه الثانيه كمان ممكن نعمل اشليشيا كولاي للكابسولر انتيجين في السي اس اف بلاتكس اجلوتينيشن، يعني لو اخذنا عينه سي اس اف وعملنا لاتكس اجلوتينيشن، هل وجود اللي هو الانتي بوديز اجينست الكي 1 انتيجين اللي هو الكابسولر، اذا وجدت معناها انه دي دلاله كدايركت ديتكشن للاشليشيا كولاي لكنها فقط من عينه السي اس اف. طيب تعالوا نشوف الكالتيفيشن، اكيد حنعمل على ماكونكي وحنعمل على بلاد. طبعا في اليورين كالشر زي ما انتم عارفين لها تكنيك خاص، واحنا تكلمنا عليه زمان في محاضره اليورين كالشر، ان احنا حناخذ بالستاندردايزد لوب وحنزرع البكتيريا دي او العينه على مستوى الطبق بالكامل، وبعدين نعد البكتيريا. لمزيد من التفاصيل رجعوا لليورين كالشر. طيب بعدين حنعمل ايدنتيفيكيشن سواء زرعناها على الماكونكي او على البلد او بتكنيك اليورين كالشر.
اول امر علمكم كي لاكتوز فيرمنتر، دي النقطه الاساسيه انها بتعمل كولوني شكلها بينك كولوني، وبالتالي نقول حصل لاكتوز فيرمنتر. النقطة الثانية لا تنسوا الصفة المهمة، لما نأخذ كولوني حتطلع أكسيديز نيجاتيف، بمعنى أنها لا تمتلك إنزيم الأكسيديز، وهذه صفة الانتيروبكتريسي. لما نعمل البايوكيميكال رياكشن هذه الايل اندول والام الميثايل ريد والفيل الفوغاس بريسكاور والسي سيتريت، حيث البكتيريا الاشريشيا كولاي بتستطيع انها تطلع اندول بوزيتيف والميثايل ريد بوزيتيف والفوغاس بريسكاور نيجاتيف والسيتريت كمان نيجاتيف. ممكن كمان نعمل اللي هو الاناليتيكال بروفايل اندكس، هو اكسبنسيف لكن ممكن نعمله للبايوكيميكال فور ايدنتيفيكيشن. طبعا النقطة الثانية كمان ممكن نعمل بالفايتك سيستم، وشرحنا محاضرة الفايتك سيستم بالتفصيل، ممكن نستخدم الفايتك سيستم فور ايدنتيفيكيشن. طيب تعال الان فقط نشوف اللاب دياجنوسيس في الكيس حالات الدياريا اللي هي انتيرو توكسوجينيك اشليشيا كولاي. يا نروح نعمل ديتكشن للتوكسين، مش اتفقنا انه بيطلع التوكسينز اللي هو الهيت ستيبل والهيت ليبل، فبنروح بنشوف التوكسينز بالإلايزا، هل التوكسينز موجود ولا مش موجود؟ هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في كمان للديتكشن للانتيرو توكسوجينيك اشليشيا كولاي بنعمل ديتكشن للدي ان اي برو، بمعنى آخر بنعمل ديتكشن للجين اللي هو الريسبونسبل على الهيت ستيبل توكسين والهيت ليبل والهيت ستيبل توكسين. ليش؟ لأنهم هم التوكسين الأساسي اللي بيعملوا الديزيز. فنروح نعمل البروب، وشرحنا موضوع البروب في محاضرات الجنرال باكتيرولوجي. طيب كيف نعمل تشخيص للانتيرو باثوجينيك اشريشيا كولاي؟ الانتيرو باثوجينيك اشريشيا كولاي بساطة جدا، بنروح نجيب الستون، وبعد طبعا هو اكيد دياريا، وبنروح بنجيب احنا مش اتفقنا انه في سيروتايبز اللي هو الانتي او 55 وانتي او 111 والانتي او 26، ونروح نحطهم على الستون. لو حصل اجلوتينيشن اذا ذا عنده انتيرو باثوجينيك اشريشيا كولاي. النقطة المهمة كمان في الانتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي، كيف نعملها؟ الانتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي بالذات نزرعها على سربيتول ماكونكي اجار الوحيدة، تخيلوا ما بتعملش فيرمنت للسربيتول، يعني 95% من الاشريشيا كولاي تعمل فيرمنتيشن للسربيتول باستثناء الانتيرو هيموراجيك سترين ما تعملش الفيرمنتيشن. زي ما انتم شايفين اهو سربيتول ده ما هوش فيرمنتر او نار فيرمنتر، لكن 95 زي ما انتم شايفين بيعملوا فيرمنتر. بعد كده نروح نعمل اجلوتينيشن للسترينز نفسها، في معنى انتي بوديز للاو 157، فبنروح بنجيب اهو الكولوني سسبكتد اللي زرعناها اللي طلعت نن سربيتول فيرمنتر، ونحطها على السلايد ونجيب الانتي بوديز. فاذا حصل اجلوتينيشن نقول والله اذا دي انتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي، او نعمل ديتكشن للبيروتوكسينز نفسه بالإلايزا، هل البيروتوكسينز موجود ولا غير موجود، او كمان ممكن نعمل ديتكشن للبروب للجين الريسبونسبل فور الخاص بالبيروتوكسينز، ودي تقنيه البروب تكلمنا عليها في الجنرال بكتيريولوجي، او نعمل زي ما قلنا بالاناليتيك بروفايل اندكس نعملها، او بنعمل بالفايتك سيستم ما في مشكله، ممكن نشخص هذه الاشياء بال يعني بمزيد من التفصيل، لكن طبعا هذه الاشياء اللي هي الاساس، وهي على فكره معظمهم سيلف ليميتنج. احنا بنحتاج للتشخيص لما تكون الحالات في اصبحت ابيديميك واصبحت منتشره بشكل كبير نلجا لهذه التست. كنت معكم فيما مضى حول الديزيز اوف اشريشيا كولاي، تكلمنا عن UTI، عن يونيتال مننجايتس، على سيبسيس، عن نيمونيا، عن الانتسايل ديزيز، وتكلمنا عن لاب دياجنوسيس. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.